مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده معكم من القاهره. نتابع اهم واخر تطورات الاحداث خاصه ما يجري هنا في مصر، وايضا نتناول بشيء من التحليل والنقاش بعضا من اهم القضايا المثاره في الشارع المصري. يقينا ملف فيروس كورونا بيفرض نفسه على مختلف المتابعات الاخباريه سواء هنا في مصر او في مختلف انحاء العالم، وايضا كثير من القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه مرتبطه بانتشار هذا الفيروس على النحو الذي تابعناه منذ بداية عام 2020. لذلك المتابعات الإخبارية معنا الليلة، وأيضا الفقرات الحوارية مرتبطة بهذا الموضوع ارتباط وثيق. دعونا نبدأ بجولة الأخبار المعتادة، وهذه الأخبار الخاصة بالشارع المصري، حيث دعا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي شارك فيه وزير الصحة والدولة للإعلام، دعا إلى تكاتف كل المواطنين لبقاء مصر في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا. مصر الحمد لله ما زلنا في المرحلة المتوسطة اللي النهاردة بتلقي علينا عبء مهم جدا كحكومة وكمواطنين، ان احنا كلنا مع بعض نتكاتف عشان نفضل محافظين ان احنا موجودين في هذه المرحلة. الموضوع النهاردة الطبيعي ان الارقام على مستوى اليوم هتبدأ تتزايد. احنا الاسبوع اللي فات كان المتوسط ممكن في الثلاثينات او الاربعينات، الاسبوع ده هيبقى المتوسط في ما بين الستين الى السبعين او الثمانين، ممكن هيبقى الاسبوع الجاي ممكن اكتر شوية. كل ده ما يقلقناش، لان طالما ما زال في المنحنى التدريجي او التصاعدي المتدرج ده ما يقلقناش في اي حاجة. أيضا أكد دكتور مصطفى مدبولي أنه تم وضع خطة تنسيقية لإدخال المستشفيات الجامعية ضمن منظومة مواجهة فيروس كورونا. وضع خطة تنسيقية إن إحنا إزاي نبدأ ندخل معانا بعض المستشفيات الجامعية في أداء مجموعة من الخدمات اللي تتعلق بمكافحة هذا الفيروس، عشان يبقى هناك منظومة كاملة بكل البنية الأساسية الكبيرة اللي موجودة النهاردة في الدولة، إن إحنا نستفيد منها أقصى استفادة ممكنة، بحيث يبقى عندنا على طول في كل محافظة وفي كل مكان عندنا مجموعة كبيرة ومزيد كبير من المستشفيات والأماكن اللي النهاردة تقدم كل الخدمات للمواطن المصري على أحسن مستوى بإذن الله. وقال دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الأيام القادمة سوف تشهد إنشاء عيادات صحية متحركة لمواقع العمل، أيضا في سياق ما تتخذه الدولة من جهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا. الحقيقة مبادرة يعني مشكورة من السيدة وزيرة الصحة النهاردة، إن حتى في أماكن العمل زي المصانع وأيضا مواقع العمل والإنشاء، معالي الوزيرة وجهت ان هنبدأ نستغل عدد من السيارات، هيصل الى 1000 سيارة متنقلة هتستخدم كعيادات صحية، هتبقى موجودة في هذه المواقع عشان تقدم خدمات طبية للعاملين اللي موجودين، عشان يبقى يعني لا قدر الله لو في اي اعراض ظهرت على اي حد تكون هذه النوعية من العيادات المتنقلة موجودة، عشان تبدأ تاخد الاجراءات على طول الفورية، لان زي ما قلت لحضراتكم همنا الأساسي هو صحة المواطن المصري والتأكد إن الحمد إن شاء الله يكون يعني وجود هذا المرض والوباء في الإطار اللي هو إحنا موجودين فيه النهاردة، ولا يزيد ولا إن هو يتطور إلى يعني سيناريوهات يعني قاتمة زي اللي بنشوفها في عدد من الدول الأخرى. طبعا لا يخفى على حضراتكم إنه واحد من التحديات المهمة جدا اللي بتواجه الدولة المصرية في هذا التوقيت في ظل مواجهة فيروس كورونا وفي ظل الإجراءات اللي اتخذتها الدولة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، واحد من التحديات دي مواجهة جشع بعض التجار، وأيضا الخوف من ارتفاع أسعار بعض السلع والبضائع، فضلا على ضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين. في هذا السياق وجه رئيس الوزراء وزيري الداخلية والتموين بالعمل على ضبط الأسواق بكل حسم وعدم السماح بالمتاجرة أو التلاعب بالأسعار. جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث شدد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا. خلال هذا الاجتماع أكد وزير النقل كامل الوزير أن جميع الأمور تسير بصورة جيدة على خطوط السكك الحديدية وأيضا المترو، وكذلك سير العمل على أكمل وجه بموانئ الجمهورية المختلفة. مجلس الوزراء أقر ترقية العاملين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 من يونيو القادم، وذلك بجميع الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
مزيد من المتابعة أدعوكم للترحيب بضيفي الكريم الذي ينضم إلينا عبر الهاتف، الأستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء المصري. أهلا بك أستاذ كمال. أهلا وسهلا فندم. إذا كان لك أن تطلعنا يعني حول أهم ما استوقفك من إجراءات أو توصيات أكد عليها دكتور مصطفى مدبولي في الساعات الأخيرة فيما يتعلق بالتطورات الخاصة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. نعم، يعني وبالفعل طبعا رئيس الوزراء النهاردة يعني جاءت تصريحاته مع بدء الأسبوع الثاني من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأيضا مع انعقاد اللجنة الوزارية المنوط بها متابعة موضوع فيروس كورونا بعد طبعا اجتماع مجلس الوزراء. الحقيقة كان هناك عدد من الرسائل اللي أكد عليها رئيس الوزراء، في مقدمتها أن القرارات اللي بتتخذها الحكومة هي للحد من الحركة هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري، صحته وصحة أسرته وصحة مجتمعه. الحاجة الثانية أكد على أن في خطة، ودي يمكن برضو من الأمور المهمة اللي تم إعلانها اليوم، أن خطة تنسيقية بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي بحيث يتم الاستفادة من المستشفيات الخاصة بالتعليم العالي ل يعني المعالجة ومواجهة مرض أو فيروس كورونا. ايضا رئيس الوزراء اكد النهارده على انه يعني طبعا المواقع الانتاجيه اللي مستمر فيها العمل طبعا فيه اجراءات احترازيه تم اتخاذها بحيث نضمن استمرار العمل وفي نفس الوقت نضمن سلامه العاملين. ومن ضمن الاجراءات دي تم اليوم الاعلان عن ان هيتم توجيه حوالي 1000 سياره متنقلة يعني زي مستشفى متنقل للكشف والمتابعة للعاملين في هذه المواقع الانتاجية. في نفس الوقت كان في تأكيد على الوعي المواطن المصري وأهمية أن يحافظ أن المواطن إن شاء الله خلال الأسبوع المقبل، وده من الأسبوع مهم، أن يحافظ على الإجراءات الاحترازية، ما يكونش فيه خروج إلا للفئات المستثناة واللي هي بتتطلب عملها الخروج مع الإجراءات الاحترازية اللازمة. للأسبوع المقبل مهم إن شاء الله أن احنا يظل انحسار المرض، صحيح احنا الحمد لله حتى الآن لم نتجاوز المرحلة الثانية، لم ندخل أي مرحلة من مراحل الخطر، لكن ده ما يخليناش أبدا نتهاون في السياق ده. أستاذ كمال، تفتكر أنه نحن بحاجة مسألة عدم التجول أو حظر التجول لمدة 24 ساعة على الأقل؟ طبعا على الأقل لا. في محافظة القاهرة والجيزة يعني. حضرتك طبعا الحكومة يعني حتى النهاردة رئيس الوزراء أعلن فيه لجنة منعقدة بشكل دائم بتتابع. بالتأكيد طبعا الحكومة بتشوف أي إجراء مهم بتاخده بشكل استباقي، إنما يعني حتى زي ما أكد رئيس الوزراء الحمد لله يعني حتى الآن يعني التقارير المعروضة على الحكومة وعلى اللجان اللي بتتابع بتشير ان احنا ما زلنا في مرحلة متوسطة. المرحلة المتوسطة يمكن ما نكونش محتاجين حظر كامل طبعا، لان حظر كامل هو طبعا الحكومة بتراعي كذا حاجة من ضمنها الاستمرار العمل في المواقع الانتاج المختلفة، لكن طبعا الاجراءات الحظر اللي موجودة حاليا هي وعي المواطن على المعروف. خلينا واقعين برضو استاذ كمال، واكيد حضرتك شفت الصورة ديت انه بعض وسائل المواصلات بيحصل فيها تزاحم غير طبيعي في بعض ساعات عدم حظر التجول. ده صحيح، وده كان موضوع مطروح امام مجلس الوزراء النهارده. وزير النقل اكد على انه تم اتخاذ اجراءات بحيث تضمن ان ما يكونش فيه تزاحم، من ضمنها طبعا زياده عدد القطارات وتقليل فترات التقاطر، وايضا في وزاره فيما يتعلق بالقطار واكد ان هذه القضيه انتهت. لكن بالتاكيد طبعا الحكومه لما بتشوف اي حاجه لاي قرار في وقت بتتخذه، لكن المهم حضرتك هو المهم واللي بناكد عليه اولا واخيرا وعي المواطن. زي حتى النهارده رئيس الوزراء اكد من ضمن الحاجات ان انا يعني لو انا بعيد عن العمل، يعني مش كل الموجودين بنزلين العمل، فيه بعض المواطنين بينزلوا حاجات تانية، مصالح تانية، مش هنقول نازل يتفسح لكن مصالح تانية. فهو اكد ان المواطن اللي هو يعني محتاج ينزل مش لازم ينتظروا الى قبل الانتهاء الحظر في الساعات الاخيره ويتزحموا. فاحنا الحقيقه يعني الدوله تحاول توازن من كذا اعتبار، استمرار الانتاج وطبعا الاستمرار ان يكون في اجراءات احترازيه بتتاخد، وفي نفس الوقت احنا محتاجين نعول كثيرا على الوعي المواطن. باكد مره اخرى ان الحكومه في ضوء التقارير بتجيلها بالتاكيد طبعا كل الاجراءات بتشوفها وبتشوف ايه الاجراءات اللي محتاجينها وبتتخذها بشكل استباقي. طيب ملف او قضيه اخرى مهمه جدا، مساله ضبط الاسعار في الاسواق. نعم. ويقينا حضرتك برضو لمست من خلال احاديث الناس في الشارع انه هناك تخوف عند البعض من ارتفاع اسعار السلع او بعض السلع. رئيس الوزراء كان ليه تعليمات واضحه وصريحه لوزير الداخليه ووزير التموين بضبط الاسواق، الى اي مدى الدوله هتنجح في هذه المساله
خاصة في ظل هذه المخاوف الموجودة لدى البعض وأيضا جشع بعض التجار. ده حقيقي. هو حضرتك موضوع ضبط الأسواق ليه عاملين؟ عامل توفير السلع الوفرة يعني، والنهارده رئيس الوزراء أكد بشكل واضح إن احنا السلع الرئيسية أو الغذائية الاستراتيجية فيه موجود منها وفرة يغطي عدة أشهر من كل السلع دي، وخصوصا طبعا حتى روعي ان احنا مش بس الموضوع كورونا، لكن روعي كمان الاحتياجات السلع المطلوبه لشهر رمضان. وكان في اجتماع طبعا يعني عقد منذ يومين تقريبا، السيد الرئيس كان عمل اجتماع خاص بهذا الموضوع مع الرئيس والوزراء وعدد من الوزراء، واكد على ضروره ان يكون في توفير للسلع كلها مراعاه للظروف الحاليه الخاصه بفيروس كورونا ورمضان. والنهارده الرئيس والوزراء اكد ان كل السلع الغذائيه متوفره وبتغطي عده اشهر. فمن ناحيه الوفره التقارير الحكوميه بتؤكد كلها ان احنا ما عندناش اي ازمه في اي سلعه من السلع الاساسيه. يتبقى الجزء الاخر اللي حضرتك اشرت ليه، وهو ضبط السوق نفسه. ضبط السوق طبعا زي ما حضرتك اشرت كان في توجيهات وزاره الداخليه، طبعا هناك اكثر من جهه، عندنا وزاره الداخليه، عندنا جهاز حمايه المستهلك، عندنا يعني اكثر من جهه بتراقب السوق. ورئيس الوزراء اكد قبل كده ان هيكون فيه ضرب بيد من حديد على اي تاجر يحاول يستغل. انما ايضا احنا محتاجين، احنا كمواطنين ايضا علينا دور مهم ايجابي، ان احنا لما نلاقي حد بيعمل كده نبلغ الجهات المعنيه، وفي شكاوى ارقام معروفه للشكاوى مجلس الوزراء والجهاز حمايه المستهلك، بحيث يتم رفض اي محاوله استغلال والابلاغ عن اي واحد يحاول استغلال المواطن. عظيم، شكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا الأستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في متابعة شؤون مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك. وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي كان لي أيضا تأكيد على المتابعة المستمرة لغلق كل المنشآت الرياضية مع فتح مراكز الشباب لصرف المعاشات تيسيرا للمواطنين. مزيد من التفاصيل في سياق هذا الحوار الذي أجرته قناة النيل للأخبار. احنا المره دي بنعمل من خلال منصتنا وزاره الشباب والرياضه بوابه مصر الشباب والرياضه، وده شيء مهم جدا اعلن عنه من خلال حضرتك. يعني لازم نشوف، احنا عندنا اخصائيين كبار جدا، الدكتور محمد حسن علاوي ده يعني اكبر استاذ مش على مستوى مصر بس على مستوى العالم كله في التاهيل النفسي للرياضيين، بيخاطب ابطالنا الرياضيين في الفتره اللي موجوده وتاهيلهم النفسي بشكل مستمر، وبيخاطب ايضا الاسره المصريه وهي موجوده في البيت. كمان الدكتور اسامه كامل راتب بيخاطب برضو بشكل او اخر الاعداد والتاهيل النفسي والرياضه، ايه تاثيرها النفسي على الاسره والمجتمع، بالاضافه الى اخصائيين نفسيين ده من خلال منصتنا اللي بتوجه الى الاسره والشباب. كمان عندنا الفسيولوجيا الرياضه والفسيولوجي والجسم بيحصل فيه ايه الفترة ديت، ولازم يكون في الدكتور أبو العلا أحمد عفتاح وهو من كبار الاكسرسايز فيسيولوجي أو فيسيولوجيا الرياضة اللي بيتحدث بيه عن الوظيفة الحيوية وكمان التوعية ليها وطريقة أكلك إيه وارتباط أو تحليل الفيروس بهذا الشكل. كمان الدكتور شريف عزمي في الحقيقة وهو طبيب وأخصائي كبير جدا في علوم التغذية نيوتريشنز، فبيتكلم على تحليل الموضوع وتوعية مستمرة. دي كلها حاجات من منصتنا محطة اليوتيوب في بوابة مصر للشباب والرياضة الموجهة مباشرة. كمان في توعية كبيرة جدا من خلال الأندية الصحية، احنا تحدثنا مع كبار الشباب وكبار المسؤولين عن الأندية الصحية في مصر، بيعملوا أيضا يعني تنويهات وتوجيه وعملي، بنشوف يعني كابتن سامي علوبة، بنشوف كابتن علي مظهر، بنشوف كباتن الكبار في الحياة، والشباب اللي عاملين منصات الإلكترونية معانا وإحنا معاهم بتوصل لكل بيت. أنت لازم تفتحه في الحياة وتشوفه، منصة وزارة الشباب والرياضة في الحياة، بوابة وزارة الشباب والرياضة بشكل كبير جدا، لأن ده وقته أن إحنا نخاطب وفقا للظروف اللي موجودة. التعاون المستمر ما بين وزارة الشباب والرياضة وعدد من الوزارات أهم، وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي وكثير من الوزارات في يعني تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأيضا فتح منافذ مراكز الشباب لخدمات مجتمعية وتواصل اجتماعي مع باقي الوزارات. تكلمنا سيادتك عن هذه المهمة. ده شيء مهم جدا، لأن احنا وزارة شباب والرياضة قطاعنا مرتبط بكل الخدمات. قطاع الخدمات احنا لازم يكون في تكامل، ده توجيه كبير جدا من القيادة السياسية و ايضا دكتور مصطفى رئيس الحكومه، ان هذا التكامل ما بيننا، فاحنا بنتكامل بما نقدمه من انشطه مع الوزارات المختلفه. طبعا احنا كلنا ورا وزاره الصحه في المهام والدور الكبير اللي بتقوم بيه مع الوزيره، وكمان مع يعني وزاره السياحه، وزاره الطيران،
وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة القوى العاملة، كل الوزارات يعني بلا استثناء. لكن في هذا المحيط احنا خدمتنا المجتمعية من خلال ما نمتلك او مؤسساتنا، فمراكز الشباب ده شيء مهم جدا، كمان الشباب في كل مكان وكل مكان. عشان كده الاتحاد المصري للمتطوعين، الاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه اللي بيقدم مجموعه كبيره جدا من الالعاب في البيت ومسابقات موجوده يعني على منصات مختلفه وبقت ملحوظه، لكن هتكون ملحوظه اكبر ان شاء الله. احنا بنتكلم على ان مراكز الشباب اصبحت يعني جاهزه لسواء رواتب المعاشات، التأمينات، الشهر العقاري. مراكز الشباب احنا توجيه، احنا قافلين في الحظر، لكن الخدمات بالتنسيق مع المحليات وطبعا وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين، كمان الوزارة للتطوع. عشان كده احنا السبت الجاي في يعني مع الوكلاء الوزارة في المحافظات من 10 ل 12 هيكون في مراكز شباب موجودة لخدمة المجتمع، بتعلن هذا الموضوع وتطهير مراكز شباب كلها في مصر في كل المحافظات تنسيقا مع مدير المديريات. وده كان محك اجتماعنا النهارده على الكونفرنس كول. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة متحدثا إلى الزميل عبد الحميد صقر في هذا الحوار الخاص لقناة النيل للأخبار حول ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من جهد في سياق مواجهة فيروس كورونا. ملف التعليم أيضا واحد من الملفات التي تأثرت سلبا يقينا مع كل هذه الإجراءات التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة. مسألة إمكانية إجراء الامتحانات لمرحلتي المراحل التعليم الابتدائي والإعدادي أيضا شغلت بال الشارع المصري على امتداد الفترة الأخيرة. في هذا السياق دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد أن هناك طرقا مختلفة لتقييم المشروع البحثي المقرر على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، موضحا أنه تم استبدال طريقة التقييم من الامتحانات التحريرية إلى المشروعات وليس إلغاء الامتحانات. موضوع التقييم بالمشروعات في السنوات من الثالث الابتدائي إلى الثالث الإعدادي، يمكن من المفيد في الأول إن احنا نذكر إن في طرق مختلفة للتقييم. التقييم عموما علم كبير، في طبعا الاختبارات التقليدية التحريرية اللي كلنا عارفينها وكلنا متعودين عليها، في طبعا في حتت أخرى بنعمل اختبارات شفوية أحيانا أو اختبار عملي زي التعليم الفني أو اختبارات عن طريق مشروعات. المشروعات دي بتبقى شكل آخر من أشكال التقييم، بتتعمل علشان أسباب كتير. إحنا في الحالة اللي إحنا فيها اخترنا نعمل تقييم بالمشروعات، مش العنوان اللي هو إلغاء الامتحانات. إحنا ما ألغيناش حاجة، إحنا استبدلنا طريقة التقييم من الامتحانات التحريرية. طبعا ما قدرش نعملها عشان الظروف اللي إحنا فيها، ده واحد من الأسباب اللي خلتنا نروح للمشروعات. السبب التاني إن ده نظام تقييم تعليميا ممتاز، لأنه بيقيس حاجات غير اللي بيقيسها الاختبار التحريري. الاختبار التحريري بيقيس في خلال وقت محدد، ساعتين أو ساعتين ونص، قدرة معينة على استرجاع بعض الأمور. المشروع بيتعمل فترة أطول، بيتعمل في 4 أو 5 أسابيع، وبيقيس حاجات تانية. بيشجع قوي على العمل الجماعي، على الاعتماد على النفس، التعلم الذاتي، البحث الممنهج، تحليل وربط الموضوعات، التعاون بين أفراد الفريق، طريقة العرض، طريقة صياغة الأفكار، مهارات تانية بيقيسها ما بتبقاش باينة في الامتحان الساعتين المحدد. ربما تكون بعض الأمور الإيجابية من رحم معاناتنا مع أزمة كورونا فكرة تغيير تقييم الطلاب خاصة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية. هذه الفكرة لطالما نادى بها بعض الخبراء في مجال التربية والتعليم، أنه التقييم أو الامتحانات بحاجة لإعادة النظر. ربما الفكرة التي وصلت إليها وزارة التربية والتعليم تكون أحد الخطوات المهمة في هذا السياق. دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أوضح أيضا أن الطالب سيكون مطالبا بإعداد مشروع بحثي واحد فقط متعدد التخصصات في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية، مشيرا إلى أن الطالب يستطيع أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة بحد أقصى 5 طلاب. أهم نقطة نعرفها دلوقتي أنه لكل سنة دراسية من تالتة ابتدائي لتالتة إعدادي الطالب أو الطالبة هيعملوا مشروع واحد للمرور إلى السنة الأعلى، وليس مشروع في كل مادة. اللي كان بيتكتب على الإنترنت بقالنا 2 أسبوع كله الحقيقة
جانب الصواب يعني بعيد قوي عن الحقيقة وكلها نوع من التوقعات. فعشان كده دايما بنقول لكم ما تستمعوش إليها إلا لحد ما نقول لكم. الطالب في رابعة ابتدائي، في خمسة ابتدائي، في أولى إعدادي، في كل السنوات دي هيعمل مشروع واحد للتخرج من هذه السنة. هذا المشروع هيكون متعدد تخصصات، يعني بيمس اللي تعلمناه في العلوم وفي الرياضيات وفي اللغة العربية وفي الدين وفي التربية الفنية، بنجمعه في موضوع معين، بيبقى موضوع بنعلق عليه من خلال تربيط الحاجات اللي تعلمناها. فبيدينا فرصة نعرف اللي تعلمناه ده ايه علاقته ببعض وايه علاقته بالحياة، وبنعمله مش لوحدنا، بنعمله في مجموعات. ممكن الطالب يعمله لوحده لو حب، او يكون مجموعة فيها أربعة من زمايله بحيث يبقوا كلهم خمسة، الخمسة يعملوا مشروع مشترك، وده فيه تعلم أكبر على إدارة الفريق وتحديد الأدوار وكده. أوضح شوقي أيضا أن الطالب يستطيع أن يقوم بعمل المشروع البحثي خلال الفترة من 9 أبريل الحالي وحتى 15 مايو القادم بعد نشر جدول المشروعات البحثية لكل سنة دراسية على موقع الوزارة، وسيتم نشره مطبوعا أيضا في مختلف الصحف القومية. احنا يوم الاحد 5 أبريل ان شاء الله هننزل على موقعنا وعلى موقع الوزارة وعلى كل المواقع فيديو توضيحي لمثال من ده، ناخده من الالف للياء، يعني نتخيل ان احنا بنحله مع بعض، وازاي هندور في المكتبة الرقمية، وازاي هناخد المعلومة وهنصيغها عشان ترتاحوا اكتر للفكر. يوم الخميس 9 أبريل هنعلن جدول المشروعات. جدول المشروعات اللي هو هيبقى السنة الدراسية وقدامها 5 مشاريع مثلا اللي هنختار منهم، سنة تالتة ابتدائي، بعدين رابعة، وبعدين 5 و6 كده. الجدول ده هننشره على موقع الوزارة طبعا وعلى السوشيال ميديا، وهننشره كمان مطبوعا في الجرائد القومية. يعني الجرائد القومية هيبقى فيها نفس المشروعات والتمبلت أو المسطرة اللي هنكتب بيها المشروع، عناصر المشروع. بكده بننهي هذه الجولة الإخبارية السريعة، نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض بعض أهم الأخبار المثارة في الشارع المصري. طبعا هنبدأ فقرتنا الحوارية، وطبعا أكيد متأكدين أنه كورونا تبقى ضيفا ثقيلا بين قوسين في حواراتنا الممتدة مع حضراتكم، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بإزاحة هذه الغمة وعودة الحياة لطبيعتها. الزاوية اللي هنتكلم فيها النهاردة مع كورونا أنه أثير في الفترة الأخيرة أنه تطعيم الدرن بيقي من كورونا. هنا كان لابد التأكيد على ألسنة الكثير من المتخصصين أنه يعني هذا التطعيم لا يقي من كورونا، و80% بيتعافون من الفيروس دون علاج. ضيفنا الكريم الذي سنشرف به بعد قليل الحديث في هذا الموضوع هو دكتور شريف صبحي، مدير حميات إمبابة سابقاً، هو يجلس في الانتظار. أتمنى أن حضراتكم تبقوا معنا لمتابعة هذا الحوار.